وحول استمرار الأزمة بين الإطار التنسيقي والصدر، وبعد أن صعد الأخير وأمر أنصاره بالاعتصام أمام مجلس القضاء، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان أستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمي الدكتور عبد الرزاق الدليمي، وعبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني. نبدأ مع دكتور عبد الرزاق، مرحبا بكم معنا. دكتور عبد الرزاق هل تسمعني؟ نعم، هل يصل نعم الصوت اسمعك. بصورة واضحة؟ نعم. يعني بعد أن تحدثت اليوم قيادات في التيار الصدري عن نية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التصعيد، اعتصم أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء. هل هذا الاعتصام أمام مجلس القضاء سيحقق ما يهدف إليه الصدر من حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وأيضا الشكر موصول لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة موضوع الأزمات المفتعلة التي بدأ يشهدها العراق منذ الاحتلال في 1993 ولحد الآن طبعا ستستمر هذه الأزمات بشكل. طيب دكتور عبد الرزاق، سنحاول إصلاح الصوت لأنه لا يصل بصورة جيدة، ونحيل السؤال نفسه إلى السيد كامل الحساني. سيد كامل هل تسمعني؟ حياكم الله. يعني الإطار أو التيار الصدري اليوم تحدث عن نية زعيم التيار الصدري التصعيد، واليوم صار الاعتصام أمام مجلس القضاء. هل يمكن أن يحقق أنصار التيار الصدري الهدف المرسوم من هذا الاعتصام من حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة؟ يعني تظاهر أمام مجلس القضاء طبعا هذه غاية طالما سعت إليها القوة الشعبية والقوة السياسية وحتى المرجعية، ولكنها ترددت بسبب أن القضاء قادر أن يصفي كل من يتحدى قياداته. والحقيقة اليوم ابن صدر والثوار التشرينيين اللي ظهروا أمام القضاء بيّنوا بشكل لا يقبل الشك بأنه المفسدة القضائية هي سبب الانحراف الدستوري والمؤسساتي الجاري بالعراق. نعم. بدليل انه اصدر مجلس القضاء امر ارتجالي استهتاري عشوائي يخالف الدستور ويخالف القانون، بل يحاسب القانون العقوبات على كل من يعطل مؤسسات الدوله، خاصه اذا كان مرتبطه بها حياه الناس وسلامتهم وخدماتهم. اما يصدر هذا الامر فانه ينطبق عليه الماده 364. نعم. وحتى الفقره الثانيه بالتجديد خاصه، وانه اصدر بيان اعلن به انه اعضاء مجلس القضاء واعضاء المحكمه الاتحاديه كلهم وقعوا على بيان تعطيل وتعليق اعمال السلطه القضائيه، وهذه لم تحدث لا بتاريخ العراق ولا بكل الانظمه حتى الانقلابيه منه. يعني حتى الانقلابات العسكريه كانت تأمر وتشدد على العمل القضائي تنفيذا لأوامر الانقلابيين وتشريعاتهم. أما يعطل السلطة القضائية خلاف الدستور والقوانين، هذه أول مرة تحدث، وستشكل عار على السلطة القضائية، ربما سنتكلم عنها لأجيال قادمة. ولكن دائما ما تتهم السلطة القضائية في العراق بأنها هي من تنقذ أطراف العملية السياسية في العراق، فبالتالي بقاء هذه السلطة القضائية هي داعم للعملية السياسية ولأطرافها بالتأكيد. نعم، أنتم سموها العملية السياسية، إحنا القوى الشعبية نسميها عملية إجرامية. يجري في العراق هو إجرام وخراب مستمر من أيام المحمود إلى أيام زيدان. نعم. وستستمر ما دامت القيادة القضائية لم تحاسب على انحرافاتها السابقة والحالية. وطبعا كل الإجرام سواء كان الميليشياتي والإرهاب والفساد كله يجري بتستر وحصانة القضاء، لأن القضاء أكبر متورط بالعملية الإجرامية، لم يكن هو معمل الإجرام والخراب. إلى جانب القضاء، الصدر في سعيه للتصعيد، ما المشاكل أو ما المصالح والقطاعات التي يمكن ربما أن تكون في بنك ومصالح أهداف التيار الصدري؟ التيار الصدري يحاول أن يضغط، بس خروج هذه التظاهرات وردة فعل الاستهتارية الارتجالية لرئيس مجلس القضاء بينت بما لا يقبل الشك أنه هو المتورط الأول في موضوع الانسداد اللي يسموه سياسي الجاري في العراق. نعم. وسيستمر. أما غاية ابن الصدر
والثوار قد تحققت وبينت للرأي العام، واعتقد القوى المهنيه فاهمه لهذا الموضوع وتدركها، ولكنها تخاف من نفس المفسده القضائيه. اما وظهرت القوى الشعبيه الان ورفعت اسماء زيدان وغيرها من القيادات على حاويات المزابل، فما لا اتخيل كيف سيعيد زيدان نفسه ويمارس الوظيفه القضائيه. طيب، اليوم من ضمن خيارات التيار الصدري كان العصيان المدني هو احد الخيارات. خلال المرحلة المقبلة هل يملك أو يملك ويمكن للتيار الصدري وأنصار التيار الصدري أن يملكون القدرة على العصيان المدني عبر تعطيل مؤسسات الدولة للوصول للأهداف؟ يعني العصيان المدني مستبعد بشكل عام، والصدر أيضا عنده خطوط الحمراء سواء يتلقاها بالتوجيهات من المرجعيات النجف أو من المرجعيات الإيرانية، ولكن السؤال يجب ان يكون العصيان الحكومي الجاري على العراقيين او العصيان النيابي الذي عطل اختيار الحكومه ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. واليوم احنا نشهد عصيان قضائي لم يشهد لا في العراق ولا في كل المجتمعات المتحضره، حتى ايام المرحوم مرسي في مصر وضغط على القضاء لم يتعطل القضاء، ولكن هذا اللي جرى في العراق ويجب ان يحاسب. المفروض الآن يجب أن يحاسب زيدان، وإلا هذا الاستسلام لابن الصدر والقوى الاحتجاج معناها لا أمل لإصلاح القضاء وإصلاح الدولة العراقية. طيب، معنا الدكتور عبد الرزاق الدليمي وعبر الهاتف، هل تسمعني بطريقة جيدة؟ نعم. نعم دكتور، يعني كيف تتوقع اليوم موقف الحكومة من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى في الحالة التي وصلت إليها أو وصل إليها أنصار التيار الصدري بالاعتصام أمام مجلس القضاء؟ طبعا ما يدور الآن بالعراق هو حقيقة جزء من مخطط، وهذا المخطط لابد أن يفضي إلى نتائج يجب أن تغير الواقع الحالي لما يجري بالعراق. نعم. بمعنى انه العمليه السياسيه وصلت الى يعني حدود مغلقه، ولذلك يجب ان تكون هناك عمليه تحريك او اعاده انتاج. نعم. ويبدو لي يعني واضحا انه هناك قوى خارجيه، وطبعا انا لا اتحدث عن فقط جانب نظام الملالي في ايران، وانما ايضا هناك اطراف مهمه جدا. نعم. تخطط وتنفذ وتعمل على يعني خطوات مدروسه ودقيقه جدا، واخص بها طبعا بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه. نعم. واعتقد اليوم الكونغرس الامريكي طلب مباشره من الرئيس بايدن ان يتدخل في الموضوع العراقي، وهذا يعني ان هناك مؤشرات ان التدخل الامريكي سيعود بشكل اخر بشكل مباشر. نعم. لا ان يبقى الامور او لا ان تبقى الامور فقط بيد الجانب الايراني. اتوقع انه خلال شهرين القادمه يعني الشهر التاسع وربما منتصف العاشر. نعم. هناك متغيرات يجب ان تحدث، ومقتبس صدر يدرك تماما او ربما لديه تصورات او لديه معلومات ان الامور ستجري او ستذهب باتجاه تصاعد في الازمه وايجاد بعض الحلول، وربما هذه الحلول طبعا لن ترضي الاطراف الموجوده. وبالمناسبة المشكلة الأساسية الآن الموجودة في العراق. نعم. أن المتخاصمين المتصارعين هم نفس الأطراف الذين شاركوا في تهديم وتدمير وقتل الشعب العراقي، ولذلك الشيء الملفت للانتباه أن الشعب تماما مغيب، يعني الدولة النظام الحكومة الأطراف المتنازعة كلها تتصارع فيما بينها وتتهم بعضها البعض الآخر، ولكن الشيء الوحيد المغير صاحب المصلحه الحقيقيه هو. نعم. الشعب العراقي. دكتور، يعني سؤال اخر، اليوم برهم صالح دعا الى الالتزام التهدئه وتغليب لغه الحوار، هذه الدعوات المتكرره هل تجد لها صدى عند مقتدى الصدر؟ وفي ذات الوقت هل هي تاتي يعني بموازاه الفعل الذي رايناه اليوم او الحدث الابرز الذي كان اليوم هو تعطيل القضاء في العراق؟ هو موضوع مثل ما تفضل ضيفك يعني. نعم. من امريكا. شوف موضوع القضاء وتعطيل القضاء، هو الحقيقه لا يوجد قضاء، لا توجد دوله، لا يوجد نظام. يعني نحن نسمع بهذه المسميات ولا نجد لها صدى او صدور او تاثير في الشارع العراقي، لذلك
هذه التصريحات من رئيس ما يسمى برئيس الجمهورية، نعم. أو تصريحات ما يسمى برئيس الوزراء أو رئيس القضاء، هؤلاء كلهم طبعا يصرحون لأغراض استهلاكية، يعني فقط لأغراض دعاية حتى يقولوا نحن قلنا، ولكن في الواقع ليس لهم أي تأثير لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. الأزمة ستستمر طالما بقى هؤلاء الذين يتخاصمون يتصارعون من أجل مصالحهم الشخصية. وبالمناسبة هؤلاء الذين يتخاصمون الآن حقيقة هو ليس فقط حبا للمناصب وحبا للمكاسب المادية، وإنما الخشية أنهم عندما يخرجون خارج السلطة سوف توجه إليهم اتهامات وسوف يحاسبون وربما يسجنون وربما تتخذ حقهم إجراءات شديدة جدا، ولذلك هم يستقبلون بسبيل أن يبقون في إطار السلطة لكي يستفيدون يعني بشكل أكثر وأيضا منافع المادية والخاصة لكل الأحزاب. نعم، أعود إلى السيد كامل. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم تقول أنه تضاؤل نفوذ طهران في العراق يشكل تهديد محتمل باستراتيجيتها في العراق، هل نجد أنه فعلا تضاؤل دور إيران في العراق أوصل الوضع في العراق إلى ما هو عليه، وانفرط العقد من إيران بسيطرتها على كل الأحزاب والميليشيات التابعة لها أو التي كانت تأتمر بإمرتها منذ بداية الاحتلال؟ لا أظن، يعني بالعكس إيران الآن نفوذها أقوى وتأثيرها واضح حتى على خصومها التقليديين حتى بين الشيعة ابن الصدر، يعني هذا ولكن اليوم ولكن لم تستطع أن تحسم مسألة رئيس الجمهورية أو مسألة رئيس الحكومة الجديدة في العراق، ولا زال الصراع محتدم منذ 10 شهور. هذا حتى هذا ضمن أجندة، نعم. لا تريد أن تحسم هذا الموضوع لأنه مرتبط، نعم. بالحوار الجاري بين إيران والغرب وأمريكا بموضوع الأسلحة، نعم. ولا تريد أن تحسم هذا الموضوع حتى تحسم هذا الملف الخطير، ولا أدري كيف غابت على الصحف العالمية هذا الموضوع الرئيسي، نعم. إيران في هاتف واحد بإمكانها أن تغير الخارطة السياسية في العراق، وهذا معروف للصغير والكبير. ولكن هتاف اليوم أنصار الصدر بأن ضد إيران، ألا يعتبر هذا أنها بدأت تفقد رصيدها في العراق؟ لا أعتقد أنها تستطيع أن تفقد نفوذها في العراق، ولا تريد أن تفقد نفوذها في العراق لأنها قادرة على التأثير في المشهد العراقي في اللحظة التي تحتاجها. طيب، أعود إلى دكتور عبد الرزاق ونسأل حول برهم صالح في دعوته للتهدئة، حذر من عدم الانزلاق نحو متاهات مجهولة يكون الجميع فيها خاسر، ماذا يعني برأيك قول برهم صالح في حديثه عن الانزلاق نحو المجهول، وما هو الوجه المجهول الذي تخشاه الطبقة السياسية اليوم في العراق؟ هم الجميع بما فيهم برهم صالح، نعم. يخشون على يعني مواقعهم ويخشون على مصالحهم، يعني هذه القضية الأساسية. وعندما يتحدث أن الجميع سيخسر يقصد طبعا هو والقوى التي شاركت بما يسمى بالعملية السياسية سيئة الصيت، نعم. والمحتوى. الحقيقة اللي يجري في العراق هو يعني محاولة من هذه القوة أن تعيد إنتاج نفسها بشكل آخر وتبقى في السلطة. ومثل ما تفضل الأخ من أمريكا، نعم. شوف القضية الأساسية الآن بالنسبة إلى نظام الملاذ في إيران، حقيقة يحاولون أن يستغلون ما يحدث في العراق ويأزمون، وربما أنا يعني أعتقد أنهم غير مهتمين أو غير جازمين في التدخل بما يوقف هذه الخصومات والصراعات بين الطرفين. بالمناسبة إيران كل القوى التي توجد الآن في العملية السياسية هي تحت هيمنتها وتحت سيطرتها. نعم هناك تأثير بريطاني، هناك تأثير أمريكي، ولكن لحد الآن الأصابع القوية المؤثرة في المشهد العراقي هي الأصابع الإيرانية. ولذلك هذه التصريحات اللي نسمعها يعني بين فترة وأخرى، وبالمناسبة ترى هو
يعني رئيس الجمهورية يعني منصب شرفي، يعني هو لا لا يحل ولا يربط. ولذلك عندما يصرح، طبعا هو يصرح مثل ما قلت قبل شوية لأغراض يعني دعائية، كلام يقال في الهواء ويذهب هباء. ولذلك القضية الأساسية الآن أن هناك يعني شيء أنا أعتقد سيحدث، وهذا الشيء ربما سيعيد ترتيب الأوضاع يعني بالعراق بطريقة مختلفة. لا أقول أننا يعني نستطيع أن نفرح أو نقول أننا كل شيء يعني انتهى من هذه الحقبة، حقبة 20 سنة السوداء، ولكن أقول أن هناك شيء سيتغير شاءها أو لا أبا، يعني سواء كان فعلهم أو بدون فعلهم، ولكن الأمور ستبقى متأزمة. وبالمناسبة أيضا لابد أن نشير هنا جزء مهم غير ظاهر على المسرح الآن على السطح، هو الصراع المالي. يعني أكو قضايا فلوس، يعني هذه العوائد التي جاءت من ارتفاع سعر النفط جاءت بخزينة، ولحد الآن جزء منها مهم. الآن هناك صراع في سبيل الاستيلاء على هذه المبالغ الكبيرة، وأظن هذا الموضوع سيستمر إلى فترة ليست يعني قريبة، ربما شهرين ثلاثة شهور، واحتمال حتى شهر 12 من هذه السنة. طيب نعود إلى دكتور كامل. دكتور كامل، هل تعتقد أنه دعوة برهم صالح هي ما جعلت الصدر يأمر أنصاره بالانسحاب من أمام مجلس النواب واستجابة للتهدئة؟ لا أظن، أنا مرة أخرى أعتقد أن إيران هي التي أمرت المرجعية الدينية بتوجيه ابن الصدر بسحب تهديداتها لمجلس القضاء، ودور برهم صالح يعني دور ثانوي، وخاصة هو واحد من المتورطين بالإجرام الجاري ومخالفة الدستور والقوانين، ويعرف بالمهزلة القضائية من 2003 إلى يومنا هذا، ويخشى على نفسه وعلى منصبه ودناءاته الوظيفية من استهداف القضاء. وتدري القضاء بإمكانه أن يكيد الدعاوى، وبإمكانه أن يرفع الدعاوى عن أكبر المجلس. طيب يعني أستاذ كامل، ما السيناريو المتوقع في حال فعلا دعا الصدر إلى العصيان المدني وتم تعطيل العمل في مؤسسات الدولة؟ ما السيناريو المتوقع؟ يعني هذا مستبعد، يعني بالظروف الحالية خاصة أن القوة الإيرانية والقوة الدولية تريد العراق على هذا الحال لا يعيش بصورة طبيعية ولا يموت نهائيا. وحتى العصيان المدني وغيرها من الوسائل أعتقد أنه لن تكون مؤثرة، لأنه القوة الدولية محتاجة للعراق أن يبقى هكذا يضخ نفط ويقاتل داعش ويسدد الديون للبنك الدولي. فقط هذا هو المطلوب من العراق. دكتور عبد الرزاق، اليوم ترددت أنباء عن دعوة الصدر أنصاره إلى الانسحاب من أمام مجلس القضاء مع ترك خيامهم هناك، هل يعتبر هذا نوع من التراجع عن التصعيد؟ لا، هو شوف يعني خلي يبان انه التصعيد مو بالضروره يعني فقط يكون امام الـ يعني مقر القضاء او ما يسمى بالقضاء الذي لا نعترف به نحن. الحقيقه هو الصدر كما قلت يعني يمتلك انواع من التكتيكات اللي هي كلها الان، وحتى بما يقوم به الطرف الثاني من المجرمين من السفله من الاستغراق، كله يدور في فلك واحد حقيقه. ولحتى الان الامور تحت السيطره، يعني قبل شويه تسال انت ماذا يمكن ان يحدث من يعني شيء خطير جدا، يعني هم يعني يلوحون ان هناك ربما يصير يعني صراع مسلح، مواجهه مسلحه. انا لا اظن ان هذا يعني سيحدث، لانه مثل ما قلت تليفون واحد يعني ليس من خامنائي المجرم خامنائي، وانما من اي من هؤلاء الذين يحكمون في قمه طهران يستطيعون ان يغيرون بوصله الاحداث في العراق. ولكن حقيقه موضوع العراق مرتبط بشكل مباشر بالمباحثات التي تجري بين عن الملف الإيراني. نشكركم الشكر الجزيل، وانتهى وقت هذه الفقرة. من عمان أستاذ الإعلام في جامعة الخوارزمي الدكتور عبد الرزاق الدليمي، ومن واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا لكما على المشاركة في هذه الفقرة.